السلام علیکم د منار رادیو درنو اوردونکو سلامونه او نیک هیلې مو منئ په دې هیله چې تاسو په ټول روغ جوړ استه او زموږ ټول هغه خبرونه چې تاسو در وړاندې کیږي ډیر په مینه او ذوق به یې اوري خو دوستانو دا خبرونه د قرآنی ژبې زده کړې ده او تاسو له 93.1 څپې څخه دا مهال اوري زه شوکت کمین او ډیر قدرمن استاد نثار احمد حامد تاسو په خدمت کې حاضر یو هله د چیتر ورسته او لمخ سره پات شي استاد په خیر اغلی خیر سمانه بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاه والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد د قرانی جې د ذکر خبرونه ده یا د عربی جې د ذکر خبرونه د منار اسلامي را دي څخه تاسو ته وړاندې کیږي د دې خبرونه کې مقرر کتاب العربیه بین یدیک ديار لسما برخه العلم الاسلامي تر عنوان لاندي اتاويا اندرس جريان لدي دو اتاويا اندرس په ابتدايا شروع کې چې کومه لیکنه موږ تاسو ته راکړو په تیرو پرونو کې مو لستل او د لستل د مهارت باندې د کار کول نو ورسته مو هغه معنا او مفهوم هم وست کتاب کله متست ابتدائی یا نو درس راکړي بیا سم دستی د استيعاب عنوان راکوي د استيعاب عنوان لاندې موږ تاسو ته درې تمرین راکوي لمړی تمرین مو په تیرا خبرونه کې اخیستو دوی مو درې تمرین پاتې په تیرا خبرونه کې مو د استيعاب تر عنوان لاندې د درېوړو تمرینونو په برخه کې مو دا یادونه کړې و چ اکثر وخت موږ تاسو ته د استيعاب عنوان چې راکوي د دې عنوان لاندې هم ارزونه لري او بیا په عنوان راکوي مفردات د مفردات او د عنوان لاندې هم ارزونه کوي خو ټول ارزونه د یو بل څخه توپیر او فرق لري نو معنی ارزونه چې کوي د راکول شوی درس په تړاو باندې عنوان ورکوي استيعاب لاسته راوړل او چې معمولا او اکثر وخت چې ارزونه کوي د جملو د ذخیره په تړاوي کوي ګوري چې دا کوم کې د جملو د ذخیره څومره په وړي شي او څومره کوي شي نو هغه چې موږ تاسو ته د استيعاب تر عنوان لاندې په لومړني تمرین کې پنځه جملې راکړې او دا موږ تاسو ته وایو چې هر جمله د تیر درس سره مقایسه کړه کچته جمله د تیر درس سره سمون لري د جمله مخامخ د صحیح علامه وکړه او کچته جمله د تیر درس سره سمون نه لري د جمله مخامخ د خطا یا د ایکس علامه وکړه او بیا جمله د صحیح کړه مننه چې لومړی تمرین دوه برخې لري لومړی برخه کې جمله ارزیابي کول د تیر درس سره یا د جمله مخامخ د صحیح یا د خطا علامه کول او په دویمه برخه کې کچیتا جمله د تیر در سره سمون نلری جمله صحیح رازو دویم تمرین د استيعاب تر عنوان لاندې اخلو التدريب الثاني دویم تمرین د تمرین غوښتنه اخلو اختار الجواب الصحيح بوضع دائره حول الحرف المناسب اختار الجواب الصحيح بوضع دائره حول الحرف المناسب معناه مفهومي ويتبقى دقت دریو جوابونه کې صحیح جواب اختیار کړه او بیا چې صحیح جواب دی اختیار کړو دغه هر جواب ته په حروف باندې نمبر ورکول شو الف نمبر با نمبر او جیم نمبر کوم جواب چې صحیح وو د هغه حرف نه کړی تا وکړه موږ تاسو ته پنځه جملې راکوي هر جمله خالی ځای لري هر جمله خالی ځای لري د دغه خانه خالی د پاره په دغه دریو در کول شو جوابونه کې مناسب جواب اختیار چې ترڅو د خانه خالی پیدا کړو جمله پر مفهوم او پر معنا جمله جوړ شي راځي لمړی جمله اخلو ظهر علم التفسير لحاجه المسلمين الى التعرف الى الف احوال الكون باء القران جيم التشريع معناه مفهومي وده تفسير علم ولرا بداشو زكوي مسلمانان زروته ده قرآن الكريم ده بيجندل ده بارا تفسير علم ولرا بداشو
خانه خالی زای راکړه ده په دې جوابونه راکړي. اول جواب احوال الكون، ترڅو مسلمانان د الله تعالی د مخلوقاتنا خبر شي، دغه د حالاتنا خبر شي، با القران ترڅو د قران کریم نه خبر شي، او جین التشریع ترڅو د شریعت نه خبر شي. نقول كي مناسب جواب با حفت مخامخ شكونا كلمة لكل شيء القرآن هم دا مناسب جواب. رضو جملة جلو ظهر علم التفسير لحاجة المسلمين إلى التعرف إلى القرآن الكريم. جملة كل مفهوم رازي دا دي زواجنا للتفسير دا القرآن الكريم دا خطوه دلو دا بار دا تفسير علم را پيداش چ ترڅو مسلمانان په قران کریم معنی خو پوه شي، په تفسیر علم ته ضرورت پیدا شي. چې داسې یو علم موجود وي چې قران کریم موږ تاسو ته تشریح کړي، دغه په معنی باندې خو پوه شو، او هغه د تفسیر علم نه چې موږ تاسو ته قران کریم تشریح کوي او موږ تاسو ته خو پوه وي. دویمه جمله خو اهتمت الحضاره اليونانيه ب خانخالي تك تك ألف المنهج التجريبي، با علم الجبر، جيم الدراسات النظرية. جملة معناه مفهوم. واليوناني بشرف حضارة أصلنا بشرف تواي نريوال توب برمختق مغطف تواي. واليوناني برمختق يوناني علم بوهانو بچي باندي دير زياد زورنا وتركيز كولو اهتمامي بچي كولو. ألف المنهج التجريبي عملي استقلو باندي زياد زورنا وتركيز كولو، با علم الجبر باندي باي زياد تركيز كولو، أو جيم الدراسات النظرية نظري يا فقط بدرس لستنا مندي زياد اهتمام كولو. مناسب جواب که من گفتم تو بد را کول شو دری و جوابونی که او برو دجیم حرف مخامخ کم لکل شوی هم دام مناسب جواب. رازو جمله جلو اهتمت الحضارة اليونانية بالدراسات النظرية، بالدراسات النظرية. برما جمله اخلو اهتم خلفاء المسلمون بعلم تكتكي الف الفلك بعد الرياضيات جيم الجبر معناه مفهومي. ودي مسلمانان ومشران دي مسلمانان استروبوهان وعلماءو فمختلف علمون كم علم تعديرا فهم لارانا كاليوا المتصف بعلم الفلك فلكياتو علم تعديرا ترجيور كلو ديرا فهم لارانا كولا با الرياضيات حساب او ده حساب متعلقات تكون مضمون دي اغيطة او دي رفاق لنا نكري واو جيم الجبر. الجبر هم در يازيه ده حساب يو برخة او يو تانقة او يو علم. قولوا كي مناسب جواب الف حرف مخامر كي لكل شيء هم ده مناسب جواب. فاضي جملة جلو اهتم خلفاء المسلمون بعلم الفلك المسلمان المشرعان المسلمان القهان مختلف علمون تفهم لرنا كده وخود الداري علمون ترسان فلكيات علم تيهم فهم لرنا كده. تدرم جملة اشتهر الخوارزمي في أنا خالي تكتك الفلك الفيزياء الجب وي الخوارزمي كنو من شكوم علم ده مختش مغتاف يادونا كده دا فكم علم كبير مشهور شغو الف فلكيات با الفيزياء دا فيزيك بتاعه او جيم الجبر. قلت مناسب جواب جيم حفت مخامخ شكوما كلمات كل شيء دا مناسبة كلمات. ازو جملة جلو اشتهر الخوارزمي في الجبر الجبر علم بتاعه باندي خوارزمي رحمه الله مشهور شبه ريو الملك مشهور قيام الجبر علم. بينما اشتهر ابن الهيثم في انا خالي تك تك الفيزياء با الكيمياء جيم الرياضيات. وابن الهيثم بتشي بتلا وان مشهور شو الف الفيزيك بتلا با كيمياء
علم کې او جیم الرياضيات د ریاضي علم په تړاو باندې مشهور شو. موږ تاسو ګورو چې مناسب جواب چې جمله پی جوړیږي هغه الف حرف ته مخامخ چې کومه کلمه لیکل شوې همدا مناسب جواب دی. اشتهر ابن الهيثم في الفيزياء. اشتهر ابن الهيثم في الفيزياء معناه مفهومي. وابن الهيثم ده فيزيك بعلم كي مشهور شو ده هو استغانت عنوان لاني دوين تمرين كي ده من ده جمله تخصته يسارا من الطف مكمل او برق الى ثلاث يوكي كده متري اخستني وبايت بدي تمرين كي يدونا وقلم چې دلته موږ تاسو کومه جمله جوړو او د جملې د خالی ځای لپاره مناسب جواب اختیارو نو چې درس باید په نظر کې ونیسو. داسې کلمه د خالی ځای د ډکوالي لپاره انتخاب کړو چې په تېر درس کې جمله همداسې جوړه شوې وي لکه موږ هېڅ نمونه موږ تاسو وایو چې خازني عالم مختلف علوم و کتابونه کوي. و دلته چې موږ تاسو د دغې مختلف علومو نه یو علم ورته انتخابو دغه دا معنا نه ورکوي چې په دغه نورو علومو کې د کار نه دی کړی نه، بلکې په تېر درس کې دغسې تکرار شوی نو ځکه موږ تاسو همداسې تکرارو. راځو د استعادة عنوان لاندې درېیم تمرین اخلو. التدريب الثالث درېیم تمرین. أجب باختصار عما يلي. أجب باختصار عما يلي معناه مفهومي. وإلا عندي استفهامي جملوتا نتير درس فراناك مختصر جواب ورقلا تخبرو كتابون تزير شو بينزو استفهامي بختنين بغا هارا بختنا فمختصر جواب باندي جواب اگر دیر درس په استفادې سره په مختصر جواب باندې جواب د دې تمرین هدف او مقصد هم د زده کوونکي په تیر درس نه استفاده ارزیابي کول او امتحان کول چې د تیر درس نه څومره استفاده او څومره اخذ کړي. ازو لومړنۍ جمله اخلو. ما اول العلوم التي اهتم بها المسلمون. ما اول العلوم التي اهتم بها المسلمون معناه مفهومي. وی آغا لمرانه علم پا علومو که کونی آده چه مسلمانانو وقتا پا ابتدا که زیادا پاملارانه کرده مسلمانانو خو مختلف علومو تا پاملارانه کرده خو آغا لمرانه علم چه مسلمانانو وقتا پا ابتدا یا شروع که زیادا پاملارانه کرده آغا کم علم جوابون تا بورست راشو پا ابتدا که فقط استفهمی پختنی آخی دائما پختن را کوی. ما العلم الذي أوجده المسلمون. ما العلم الذي أوجده المسلمون معناه مفهومي. وإذا كم علم ده كي مسلمانان إيجاد كره ده راوره ده منستي راوره اختراع اكتشاف لست راوره ده مسلمانان وقل أغا كم علم ده كي مسلمانان ده أغي إيجاد اكتشاف و اختراع كره ده منستي راوره ده. دائما بختنا كي ما اسم الكتاب الذي كانت بداية لعلم الضوء الحديث. ما اسم الكتاب الذي كان بداية لعلم الضوء الحديث معناه مفهومي. وإذا أغا كتاب نمتشاري كي أغا شروع دوصاني انرجي يا دبريخنا دبار دوصاني كم بريخنا يا انرجي كي من قلتاسو لرول دداغ شروع بدايات بكي موجود. سنرمى بختنا. اذكر ثلاثة من العلماء المسلمين درست كتبهم في أوروبا معنى مفهومي. ويدري داسي مسلمانان علماء نمونا واخلة دادوي كتابنا دادوي لكني وتأليفات أوروباكي لأوروباكي تدريسي نظمى وصلني بختنا. عن أي علم تتحدث الفقرة الأخيرة في النص. عن أي علم تتحدث الفقرة الأخيرة في النص معناه مفهومي. إذا أتابع داس ابتدائي لكنك أخيراني برخة دكم علم بتلاو من نتاست معلومات راكوين
دا پنځه پوښتنې چې موږ تاسو د استیعاب تر عنوان لاندې په درېیم تمرین کې راکول شوي دي. راځو د هرې پوښتنې لاندې لاندې جواب. لومړۍ پوښتنه ده: ما اول العلوم التي اهتم بها المسلمون؟ معنا نه سره نظر کوو مسلم معنا ورته کړې وه. فقط خلاص جواب موږ تاسو ورته وایي: الفلك والرياضيات، علم الفلك والرياضيات. وإما بتناقل ما العلم الذي أوجده المسلمون، خلاص جواب طواي الفيزي، الفيزيك علم مسلمان إيجاد كرا أو دوي لا استراور. بريمة بتنا مصن الكتاب الذي كان بداية لعلم النوع الحديث، كتاب البصريات تماما كتاب دو مسلمان لكوالان سخا بشو كتاب البصريات تماما كدو أغا ابتدائي لیکلی چې هغه اوس د انرژۍ او د برېښنا په تړاو باندې لوستل کېږي او علما پرې استفاده هم کوي. د مسلمان عالم لیکل. څلورمه پوښتنه: اذكر ثلاثة من العلماء المسلمين درست كتبهم في اوروبا. هغه موږ تاسو وایو: الرازي، ابن سينا، ابن زهري. درې درېو علماو لیکلي اوس هم په اوروبا کې تدریسي په لوړ زده کړو کې دریو علماء اسلامی مسلمانان علماء دکنی تدریسی گر استفاده تری کی. بنزم آفرانی پختنا: عن ای علم تتحدث الفطرة في الأصيغة في مصر؟ علم الجغرافيا، الجغرافيا دا علم تتلاوم وتستا معلومات راك، الجغرافيا علم تتلاوم وتستا معلومات راك. داود اسي عبد العنوان لا لدري تنبيلون چم وتاس واقص محكي مهمية دون قلوة في قلم وتستا کتاب په ابتدا کې لنډه لیکنه راکړي یا د قصیده محاوره راکړي یا ګروپي شکل باندې محاوره غواړي چې د هغې ارزونه په مختلفو برخو باندې وکړي. لومړنۍ ارزونه د استیعاب تر عنوان لاندې په دریو تمرینونو کې مکمله شوه چې دا د جملې د ذخیرې په تړاو ده. اوس موږ تاسو ته دویمه ارزونه راکوي. د دې ارزونې عنوان د مفردات. مفردات معنا لغات یا کلمات. دین الله نه هم متصدی درې تمرینونه راکوي. په درې واړو تمرینونو کې د عربي ژبې مینوال او د عربي ژبې زده کوونکي د لغاتو د ذخیرې په تړاو باندې ارزیابي کوي او امتحان کوي. ګوري چې د لغاتو په برخه کې څومره استفاده ترې کوي. آیا د لغاتو ذخیره پیاوړې شوې که نه ده پیاوړې شوې؟ نو هماغه ده چې لومړی تمرین راکوي. التدريب الاول، لومړنی تمرین، متصوي صنف العلوم التي في الصندوق تحت العنوانين التاليين. صنف العلوم التي في الصندوق تحت العنوانين التاليين. ويتو يدغى علومه يدغى مزامينه نمونه كده كون شويدي دلتا يبيتاش تدعى عنوانه في ابتداء كده الكريم. الثقافة الإسلامية، العلوم التجريبية. يعني عنوانه دي الثقافة الإسلامية، العلوم التجريبية. دایتا تبل قطا د مزامین نمونه ده. در کوم شی مزامین کی هر مزمون چی کوم عنوان په تړلې د هغه عنوان باندې وي چې د تشوی هم ملي ته متوسط وای چې د کوم عنوان پوری کوم مزمون تړاو لري هغه عنوان پوری وي د هغه عنوان باندې وي. نو د هر عنوان باندې اړوند مزمون لیکو. مفکر دې چې موږ تاسو د هر عنوان لاندې اړوند مضمون لیکو راکول شوي د مضامین نمونه اخلو: الفلك، السيره، الاصول، الفيزياء، الفقه، الرياضيات، التفسير، الطب. دا راکول شوي علوم دي. راځو اړوند عنوان لاندې لیکو. لومړی الثقافة الإسلامية عنوان لان تكون مزامين لكل كيجي أو بايد ولكل شيء. أغا السيرة، الأصول، الفقه، التفسير. العلوم التجريبية بقي باتشوي طول علوم لك: الفلك، الفيزياء، الرياضيات أو الطب. ده بدو العلوم التجريبية عنوان لان ديول. داخد مفردات تر عنوان لاندې لومړنی تمرین فقط زده کوونکي په دغې برخه کې ارزیابي کول او امتحان کول چې آیا هر مضمون د اړوند عنوان سره یې پیژني که نه.
کله کله موږ تاسو وایو چې ثقافت الاسلاميه د ديني مزامینو توجه او دا مزامین چې چیش نه بحث کوي انديته ثقافت اسلامي ویل کی. دا مهمه خبره هم ده چې باید موږ تاسو وپیژنو العلوم التجريبيه كم علوم توي بلانكي بلانكي علم تا يا بلانكي بلانكي مضمون تا علوم التجريبي ولكي چې اغا اساس او بنیادی په تجربه باندې بناوي بغیر د تجربې نه د اغا علم زده کړه امکان نه لري. دا د اساس باندې متفق لمړنۍ تمرین دا کول شو ازو د مفردات تر عنوان لاندې دویم تمرین التدريب الثاني دویم تمرین هاتي جمع الكلمات التالية من النص هاتي جمع الكلمات التالية من النص معناها مفهومي؟ ويلندر أقول شو لغاته جمع ولبري نحكم يدوانا كلها شي وكلمة يعني لغات بري حالات الذي بمفرد حالات تثني حالات أو بجمع حالات مفرد جيبا يودا لعلات كوي تثنية جيبا يودا لعلات كوي أو جمع د دوه نه په زیاتو باندې کې دا کړ درې څلور تر لایته نه یه عدد پوری موږ تاسو ورته د جمع کلمې استعمالو. نو دلته هم زده کوونکي ارزیابي کوي او امتحان کوي چې آیا د لغاتو ذخیره پیاوړې شوې کنه. که چېرته د لغاتو ذخیره پیاوړې شوې وي نو د راکول شوي لغاتونو جمع باندې به وتوانې چې د دې درس نه په استفادې سره دوی کولی شي چه ده ده دولس لغتونو جمع لغتون راوی او ده یقینا ده لغت زخیری پیاورتیا بانی دلالت کوی چه ده یوی جبی منوال ده یوی کلمی هر حالتو بجن ده ده مفرد حالت ده ده تشنیه حالت ده و ده جمع حالت ندل تتانا فقط ده جمع حالت غختل شوده راکول شوی دولس لغتون شعبون من قوم قبیله تبر یا خلق تهم وای عوام چې موږ تاسو وایو شعب الافغان افغانه ولس چې موږ تاسو وایو افغانه ولس نو به چې موږ تاسو شعب جمع خلو شعوب وای په عربي شعوب ولسونه او شعب معنی ولس دایمه کلمه راکوي اصل اساس او بنیاد تهم وای بنسټ جمع اصول راځي بنسټونه اصول او اصل برن الخليفة يوم مشر يا يو باچا جمع خلفاء رازي دير باچايان يا دير مشران سلورم السلطان جمع سلاطين رازي سلطان معنى باچا و سلاطين معنى باچايان بينزم أثارون أثر أصلنا نخطواي باتشوني علامة جمع أثار رازي دير باتشوني علامات أو دير باتشوني نخط شبغم مبدا يود شروزاي مبادي دير د شروزاي مبادي د شروزي تهم واي او اساس او بنيات تهم وم الاداب ادب يو ادب اداب جمع رازي اداب دير ادب الامير يو مشر يا يو باچا او جمع امراء دير مشران او دير باچايان القرن يوا بيلي كما متصل دير بيلي بيوال قرون قرون جمع راجي او باقي دري كلمات لسن ولسن ولسن مزدكوين كتا دا قراني دني بشكل باني وركو نبار جانب دليل بري وراز دا كون كتا دا قراني دني بشكل باني كويدو نتالا دي مخرج قراني دني بخشكل سرسرتا ورسوي فشوف هذا القرآن إذا اللي بحال يعني ونتوان ذي ده من الإسلامي راديو إداري سرا رابطة وقري ترسو نوغي يوزل بيا تاسطا ده القرآن إذا اللي بحال كي هم كاريو كرو دا يوزل بيا تاسطا حال زكا دا درس تاسو لبارو لديكي أو قولة شي چهار وقت لدرس تداخل والد بارا غوختنا درين تمرين أخيراني تمرين لكوي ده مفردات تلعنوان لاني رضو مختنع له التدريب الثالث درمت منه صل بين الكلمتين اللتين تأتيان معا بدوداس كلمي سر يوزاك رأي بدوداس لغتون سر يوزاك رأي همشا يوزاي رأي دوالة يوزاي رأي پر مفهومة أو پر معنى رأي مدلتا كمان نتاسو قرو تقريبا أتل لغتون قلماني كرخكي رأي أتل لغتون بقلاني كرخكي رأي لمناني كرخينا يو لغت رخلا
د لاندې کرخې سره د یو لغت سره یو ځای کوه په لاندې کرخه کې، خو د داسې لغت سره یو ځای کړه چې همیشه یو ځای راځي، او چې کله یو ځای شي پر مفهوم او پر معنا هم راځي. لکه من هیڅ نمونه مونږ یو څو لغتونه سره یو ځای کوو. لومړی کتاب مونږ تاسو بیا لاندې کرخ توګو القانون، کتاب القانون پر مفهوم راځي، د قانون کتاب یا د قانون کوله. العالم، العالم معنا نړۍ، العالم المتمدن فکر مکړوي په دغه دویمه کرخه کې اخرنۍ کلمې سره یو ځای کو. العالم المتمدن معنا پیشرفته نړۍ، پیشرفته نړۍ. دریمه کلمه الفکر، همدې سره لاندې چې کومه کلمه لیکل شوې ده همدې سره یو ځای کړو پر مفهوم راځي. الفکر الانسان، انساني نظر. سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم سيرة. المنهج العلمي، علمي تقلارا وعلمي بشرف. باقي دري كلمات ذكوون كتاب القرآني داني بشكل بني ورقو. العلوم بيت أو التقدم، دري وعلا زمين تخبروين من أوالة القرآني داني بشكل بني كريدو ترسو يضوي فلاني كرخي لكل شيء لغات سر يزايقي ترسو فور مفهومة معنى ورق. تام دي زمان زمو استاسو در لسمه برخه العالم الاسلامي تر عنوان لاني چکومه برخه را کوي پای ترسي دغه نه بوس ان شاء الله تر لسمه برخه د العربيه بين يدي کتاب شروع کو او سرازو دغه اتاوي ایم درس د کیسټ سره هم تړاو لري راځو د کیسټ نه په شریکه سره اورو ترڅو مو د سماع مهارت قوي او پیاوړی شي. مخکې مو یادونه کړه چې کتاب په مختلفو وختونو کې په مختلفو مهارتونو باندې کار کوي. نظر تسمون استاسو نسماع مهارات باني كار باتي ده تخيرات مهارات باني مقاروكو تدوغات تدوغات مقاروكو العربي جبي ده جرامر يوبر خمواق استا اسمون استاسو رزول نسماع مهارات باني كار. المحدث الثالثة عشر، الدرس الثامن والسبعون، استمع فيه آثار الثقافة الإسلامية. قامت الثقافة الإسلامية على الإيمان بالله وتوحيده، فأصبح المسلمون خير أمة. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وإلى جانب هذه المزية العظيمة، كان من آثار الثقافة الإسلامية الأصيلة أنها قدمت للفكر الإنساني جديدا في كل جانب من جوانب البشر. تعتمد هذه الثقافة الأصيلة على الكتاب والسنة وعلى نظرة الإسلام إلى الإنسان وتفكيره. لم تسهم أي أمة من أمم الأرض بقدر ما أسهم المسلمون في التقدم البشري خلال عصر ازدهار العلوم عند العرب والمسلمين. وظلت اللغة العربية لغة العلوم والآداب والتقدم الفكري عدة قرون في جميع أنحاء العالم المتمدن آنذاك. لقد نشأت الحاجة عند المسلمين إلى التعرف إلى القرآن وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصول هذه المعرفة، فظهرت وسيرة السيرة وعلم الرجال. ونشأت الحاجة إلى فهم أصول التشريع وظهرت علوم الفقه والأصول. وطمح المسلمون إلى مزيد من التعرف إلى أحوال الكون لتسخيره وإعماله، فظهرت العناية بالعلوم التجريبية والمجردة كالرياضيات والفلك والكيمياء. إن المنهج العلمي التجريبي الذي تدين له الحضارة الحديثة بما وصلت إليه من كشف واختراع يعد أحد منجزات المسلمين، فقد كانت الحضارات القديمة وخاصة اليونانية التي عرفها المسلمون أكثر من غيرها تجهل الطرية وتحتقرها ولا تعنى إلا بالدراسات النظرية المجردة. وكان الفلك والرياضيات أول العلوم التي لفتت أنظار العلماء المسلمين، حتى لقد تعدى الاهتمام بالفلك العلماء أنفسهم إلى الخلفاء والأمراء والسلاطين. أما في الرياضيات فقد اكتشف العلماء المسلمون الكثير من المبادئ الأساسية للحساب والجبر والهندسة. إن الجبر على أغلب الأقوال من اختراع المسلمين، وإن الأعداد وطريقة العد التي تستعمل فيه حتى الآن من اختراع الإسلام. وحين نذكر إسهام المسلمين في الرياضيات والصفر بصورة خاصة، لا نستطيع أن ننسى رئيس بيت الحكمة الخوارزمي
وما أسهم به في علم الجن. وإذا كان غير المسلمين قد سبقوا إلى دراسة الفلك والرياضيات فإن المسلمين قد أوجدوا علم الفيزياء. ولا شك أن كتاب البصريات لابن الهيثم يعد من أهم منجزات العلماء المسلمين في هذا الفرع من العلوم، فقد كان بداية علم الضوء والمرئيات الحديث. ويدل على أثر المسلمين في هذا العلم أن كثيرا من المصطلحات المستعملة فيه حتى الآن من أصل ومن الاختراعات التي كانت ذات فائدة كبيرة في الصناعة، ملك البارود وصناعة الورق من القطن والكتان والخد. أما الطب فقد كان مجال عناية فائقة منهم، ولعل ذلك أحد الدلائل على عناية المسلمين بالإنسان وجميع متطلباته. وكان للأطباء المسلمين أثرهم البالغ في الدراسات الطبية وطريقة المعالجة في الغرب. خلص مؤلفات الرازي وابن سينا وابن زهر أساس الدراسات الطبية في الجامعات الأردنية العديدة. سينا لا شك أنه كان أعظم طبيب عرفه العالم في زمنه، وقد استعمل كتابه القانون في الطب في الجامعات الإيطالية والفرنسية طيلة 6 قرون كاملة، أي من القرن 12 إلى القرن 18 الميلاديين. أما في ميدان الدراسات الجغرافية فقد برز المسلمون بروزا واضحا، وفي زمن المأمون رسم الخوارزمي ومساعدوه خريطة السماء والأرض، وقاموا بمحاولة ناجحة لقياس محيط، ثم صنع الإدريسي كرة سماوية وخريطة للعالم. وكان من أبرز ما وصل إليه أنه رسم خريطة للنيل أبرز عليها منابع النيل الأصلية التي اكتشفها الأوروبيون بعد ذلك. داو اكتشفي درس متفق شركة سرواغدو مثلا ليوكري كبار باري واوري تطول سماع مهارات قيوبة ولا شيء او د سماع مهارات باید یادونه وکړم چې د عربي ژبې په زده کړه کې مهم رول لوبوي. باید په مختلفو وختونو کې پرې کار وکړم. الله تعالی سپارم خو وخت ولرئ. خاد او بریلي اوسئ. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډیره مننه استاد کور مهدان. درنو دوستانو له تاسې هم ډیره مننه کوو چې زموږ درس مو اوردو. ښه وخت ولرئ.